ايوه برافو مروان عليك. عطيه خد انت جايزه بقيت متابع قوي الدوري السعودي هاني. قوي. بتابعها بتعليقك انا دايما عايز يا اقول لك، كابتن مدحت. انا جيت اتفضل. هنا لقيت مليون واتساب، الناس كلها يا جماعه بتتفرج والله على الدوري السعودي، حقيقي طبعا طبعا متعه. دوري وطبعا النهارده عشان الاهلي كمان. صح بالظبط، دوري في طبعا مرحلة صعود طبعا قوية، وكمان علشان منافس الأهلي منه فالناس بقت متابعة قوي للاتحاد الأيام اللي فاتت كمان جدا أكتر وأكتر بالظبط علشان عشان تشوف هيقابل هنلعب الاهلي إزاي. طبعا. صح. صحيح. رجل المباراة كان مروان عطية، ده اختيار اللجنة المنظمة أو اللجنة الفنية في الفيفا، ماذا عن رأي الكابتن مدحت شلبي؟ بص مروان عطيه كان هايل هايل هايل، بس انا ادي رجل المباراه لمحمد هاني، محمد هاني. لانه زي ما انا قلت لك محمد هاني الجبهه خلي بالك بتاعت هوساوي وكورنادو دي جبهه مش سهله ابدا صح. ابدا ابدا. نعم. قضى على خطوره كورنادو وهوساوي بشكل مبدع، وبعدين ضيف بقى انه ادى واجب هجومي رائع رائع، مظبوط. وهو عمل الكوره اللي راحت لكهرباء، اعتقد هو اللي عملها لكهرباء، مش عارف هي دي او غيرها، بس هو عمل واحده حلوه قوي 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 قوي، وكان في الهجوم مع بيرشتاو متفاهم بالظبط جدا. بالظبط. فانا كمدحت انا اديها لمحمد هاني، لمحمد مع هاني. طبعا ان مروان رائع يعني. مظبوط. الماتش اللي جاي هو ماتش تأهل الأهلي لأول مرة لنهائي البطولة إذا فاز على فلومينينزي البرازيلي. صحيح كابتن صحيح مدحت، يوم الاثنين. شايف إزاي مواجهة يوم الاثنين دي وطموحات التتويج بميدالية لم تدخل من قبل خزائن النادي الأهلي؟ النهارده الاهلي باللي اداه النهارده لو لعب بنفس القوه والقدره يعدي. انا خوفي من حاجه واحده، الاجهاد، لان احنا النهارده الجمعه والمباراه خلصت 11 بالليل، بكره محدش هيقدر يعمل حاجه في اللعيبه دي، اللعيبه دي عايزه تنام وتستريح على الاخر، واستشفاء بقى. استشفاء كامل استرخاء كامل سلبي تماما، ما عندوش غير يوم الحد للاستعداد. لو ربنا اكرم كولر ومساعديه خاصه اللي هم بتوع الاستشفاء واللياقه البدنيه والكلام ده كله، وقدر يرجع اللعيبه كلها للحاله البدنيه الروعه اللي لعبوا بيها النهارده، ممكن جدا يعدي. ان شاء ويا الله. رب ده يحصل، يا رب ان شاء الله، ويبقى النهائي كده ما بيننا وما بين مانشستر سيتي، يا سلام. ويحلها الحلال بقى في مانشستر سيتي. لما نشوف هنعمل ايه ساعتها مع جوارديولا ولاعيبته. هيحلها الحلال. مودست النهارده اول ما نزل افتكرتك، وبعد ما اتطرد برضه افتكرتك كابتن مدحت. شفت ازاي الدقائق اللي لعبها مودست، وشفت ازاي قرار طرد انتوني مودست؟ قول الثواني، هو ما لحقش يلعب، ده هو مظبوط. نزل وفي اول كوره لبس كوع، وبعدين كوع ساذج يعني. يعني الناس لازم اللعيبه كلها اللي سمعاني النهارده في حاجه اسمها فار، الفار ده بيجيب لك كل زوايا ادائك، مفيش حاجه هتستخبى عن الحكم، الحكم لو انت متصور ان زاويه نظره مش هتجيبك، مش دي قضيه الحكم، انت عندك في النهارده في مثلا 16 كاميرا بتصور مثلا، يعني مظبوط. هتجيب لك الهواء اللي ماشي حواليك، فطبعا منتهى السذاجه انه يلبس اللعيب كوع واضح. مش قاسي وضوح شويه الشمس يا كابتن الطرد ده؟ تحس ان هي سنده اكتر منها ضربه؟ لا لا، هو لا في سند سنده وبعدين كمل بضربه بعد كده عنيفه، لا لا ده ملبسه كوع محترم، ملبسه كوع محترم. اذا وبعدين خرج ليه مودست انا خلاص. يعني انا احط نفسي في الدايره دي ليه؟ ده انت كسبان ثلاثه وفرقتك مستريحه وبتلعب وبتأدي سيمفونيه على ارض الملعب، ما احطش نفسي في الدايره دي. وبعدين خلي بالك برضو الحكم الفنزويلي النتيجه ثلاثه وفي جمهور كبير قوي صح. للاتحاد موجود، هيبقى برضو عايز يدي الحته حاجه. دي بتأثر. وبعدين الدقيقة 90 ولا بتاع، صح، وهو الحكاية كلها 4 دقايق وقت دي، يعني برضو الجزء ده بيأثر في الحكم مهما كان مظبوط يعني، واخد مظبوط بالك؟ مظبوط. فطبعا يعني مش عايز أعلق على مودست بقى، لأنه يعني مش عايز حد يزعل مني، لكن أنا أشوف إنه أيامه باتت معدودة يعني. مظبوط كابتن.